السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الرياضي الإخباري لهذا اليوم. نتمنى منكم دعمونا وتشجعونا بالضغط على زر الإعجاب مع التعليق على الفيديو والاشتراك في القناة. وغادي نبداو الأخبار ديالنا. وبعد ما حسم فريق الرجاء البيضاوي اللقب ديالو رقم 13 في البطولة الاحترافية برقم قياسي، لكن عودوا نكروه بدون هزيمة. فالبارح محمد بودريقة فاجأ جمهور فريق الرجاء البيضاوي واعلن على الصفقة ديال الجناح مازيمبي كينزامبي اللي وقع رسميا في كشوفات فريق الرجاء البيضاوي. جناح ديال مازيمبي كنعرفوه، لاعب كبير، لاعب اللي سجل على بركان هنا في المغرب، لاعب اللي عنده اللي غادي يفيد فريق الرجاء البيضاوي، خاصة ان فريق الرجاء البيضاوي مقبل على المنافسات ديال العصبة. انا هاد الخدمه هذه اللي كتبين ان بودريقة كيديرها وكيجيب صفقات وكيلعب مع لعيب وكيوقع اللاعبين كبار، عندها هدف واحد هو ان الرجاء البيضاوي العصبه القادمه ماشي للمشاركه ولا للنزهه بل للمنافسه على اللقب. فإذا بغيتي تنافس اللقب ديال العصبه خص يكون عندك اول حاجه بنك احتياط قوي، لانك عندك مباريات ماراثونيه كبيره جدا، لازم عليك انك يكون عندك بنك احتياط قوي، ماشي غير 11 لاعب ولكن يكون عندك على الاقل 22 لاعب اللي كيكون خالق واحد التنافس على المراكز ديال اي لاعب. فلاعب كان اللي شفنا انه عنده مقومات كبيره، لاعب اللي غيفيد فريق الرجاء البيضاوي. الاهم من هادشي كامل هو الاحتفاظ بالركائز، الاحتفاظ بالركائز عنده دور كبير جدا، استقرار. الحمد لله الان كنشوفوا ان المدرب مازال باغي يبقى في الرجاء، ما باغيش يمشي، مقتنع بالمشروع ديال فريق الرجاء البيضاوي. كاين لاعبين اخرين باغيين يبقاو في الرجاء بحال يسري بوزوق، بحال رياض بن عياد اللي الرجاء البيضاوي رسميا فتحات مفاوضات مع اداره الترجي التونسي من اجل شراء العقد وتفعيل بند العقد. فبحال هاد اللاعبين هما اللي خاصنا، لأن العصبة كتبغي لاعبين يكونوا في المستوى ولاعبين اللي يقدروا يخلقوا الفارق من لا شيء، وهذا الشيء اللي كنتمناه. أما بخصوص اللاعب اللي ابن مدرسة الرجاء البيضاوي للأسف اللي خرج في تصاريح سابقة كيحاول يشوش على فريق الرجاء البيضاوي وخدات تحدي بينه وبين نفسه ان الجيش هي اللي غتدي البطوله وانا الرجاء ما غتدي حتى شي بطوله، واستهزأ بالمدرب زيمباور. فها هو اليوم كيحصد ما جناه نفسه الخبيثه، هو الان بدون لقب اصبح مكروه للجماهير ديال الجيش الملكي اللي كيطالبوا بالطرد ديالو من الفريق، ماشي حتى بانه بالفسخ العقد بل بالطرد ديالو. الهبطي اظن عقليته السبيانية هي اللي خرجت عليه، وبزاف ديال اللاعبين كيبقاو يهضروا بلا ما كيكابطيو بلا ما كيعرفوا انهم شنو كيخرجوا من الفم ديالهم، خاصة انه كيكون اللاعب عنده انظار من الاعلام وعنده انظار من الصحافة، وكاين بعض الصحفيين كيتسناو غير بحال هاد اللقطات. هو الان اعطاها لهم فابور وضيع المسيرة ديالو الكروية باش انه يعتمد على راسه، انه يخدم راسه ويطور راسه ويجاوب فريق الرجاء البيضاوي من بوابة رقعة الميدان. اختار للأسف المنابر الإعلامية الفاشلة، وها النتيجة ديالو انه مبقاش يعني عنده الرغبة انه يظهر شخصيا، ان حتى الجماهير ديال فريق الجيش الملكي صبحات كطالب بالطرد ديالو. مكروه الجماهير الرجاوية ومكروه الجماهير ديال الجيش الملكي للأسف. هاد النموذج خص اللاعبين اللي جايين جداد خصهم يستافدوا منه كدروس. ما عمرك تسبق لعيب وما عمرك تخرج في منابر إعلامية، لأن أغلب المنابر كاينين حاليا فهم كيتسناو غير بحال هاد اللقطات ديال البوز باش أنهم يتشهروا. للأسف خرجات إعلامية غير موفقة دمرات المسيرة ديالو، رفقة فريق الرجاء البيضاوي عمرهم يحلم يرجع الرجاء البيضاوي. ما نظنش انه يقدر ينجح مع شي فريق من غير الرجاء، وكانت الرجاء هزة للهبال ديالو بكل صراحة، كان ديما موعد. هو الان دابا خرج على راسو، وعلى العموم ف
فالراجع ما كتوقفش على حتى شي لاعب. الحمد لله الرجاء البيضاوي فاز باللقب برقم قياسي جديد، اعلى الباريار على الفرق اللي جايه مستقبلا اللي غتبغي دير البطوله. راه الا ما كنتيش غدير البطوله بزيرو هزيمه وفوق السقف ديال 72 نقطه فما غتسميش راسك انك ديتي البطوله بكل صراحه. بكل صراحه لما اي فرقه غتجي من بعد فريق الرجاء البيضاوي حاليا وغتفوز بالبطوله وما فازتش بها بفوق 72 نقطه وبدون هزيمه فما كتسماش انها فازت باللقب. وحنا شفنا فريق الرجاء البيضاوي في الجوله 29 وفي الجوله 28 فكنقولوا حشومه وعيب ان فريق ما هزم حتى شي مباراه ما يديش البطوله، صعيب جدا. الحمد لله فريق الرجاء البيضاوي بعد سلسله ديال الانتصارات بدون هزيمه ففاز باللقب وحطم رقم قياسي كبير ودخل فريق الرجاء ماشي البيضاوي لكن المغربي اللي كيتسمى في خانه الفرق العالميه الكبيره جدا، الفريق الوحيد في العالم ما تلقى حتى شي هزيمه. تخيل معايا الفريق الوحيد في العالم ما تلقى حتى شي هزيمه هو فريق الرجاء البيضاوي المغربي، وهذا شرف كبير لجميع المغاربة أن فريق بحجم فريق الرجاء البيضاوي كيحسم اللقب بدون أي هزيمة وكيدخل التاريخ الأندية الكبرى العالمية. فما عند شي فريق حاليا وما عند شي جمهور حاليا يهدر ويستنقص من هذا الإنجاز هذا لأنه هذا إنجاز وطني عالمي. فهنيئا لفريق الرجاء البيضاوي، هنيئا للمكونات ديال فريق الرجاء البيضاوي، هنيئا للجمهور، هنيئا للمدرب زيمباور اللي دخل العالمية رفقة فريق الرجاء البيضاوي ومازال باغي يدخل العالمية من بوابة العصبة الاحترافية عفوا العصبة الأبطال الإفريقية. فالآن على جمهور فريق الرجاء البيضاوي الدعم هذا المكسب، بأن هذا المكسب هذا دي مجموعة فيهم الناس كيخدموا بالشفافية والمصداقية وكيعطيو من عندهم لأجل فريق الرجاء البيضاوي. وحنا شفنا الثمار ديال هاد النتيجة هادي، عائلة واحدة مجتمعة حقيقية ماشي عائلة ديال السوشيال ميديا أو عائلة ديال الكذوب، العائلة حقيقية كيعطيو من عندهم لأجل فريق الرجاء البيضاوي. هذا إنجاز كبير لا لزيمباور لا للاعبين لا للمكتب المسير برئاسة محمد بودريقة ولا جمهور فريق الرجاء البيضاوي اللي كيبقى هو الرقم السعب والرقم الكبير اللي وصل فريق الرجاء البيضاوي لهذا المرحلة لهذا الإنجاز التاريخي الكبير بالدعم ديالو والصبر ديالو على فريق الرجاء البيضاوي. على العموم هادشي اللي كان في أخبار فريق الرجاء البيضاوي، كنتمنى منكم تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب مع التعليق على الفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم وإلى اللقاء.